وللمزيد حول الانتهاكات ضد المدنيين في العراق ومرور 6 سنوات على تهجير أهالي جرف الصخر، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي، عبر الهاتف طبعا من فيينا. مرحبا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام، حياكم الله. على الرغم من المخصصات والمنح ووعود الحكومة، ما يزال 1 مليون نازح في المخيمات بلا مقومات حقيقية للحياة. هل الأسباب التي تطرحها الحكومة لتسويغ التلكؤ في إنهاء هذا الملف أو هذا العدد الهائل من العراقيين يبدو مقنعا بالنسبة لك؟ أجد الحقيقة أجد بأن الحكومة، حكومة الكاظمي، لا تختلف عن حكومة عادل عبد المهدي وكذلك العبادي. هذه الحكومات تتاجر بدماء النازحين والمهجرين من كافة المدن العراقية، وخاصة المناطق المنكوبة والمحافظات المنكوبة ومناطق أيضا يثرب وجرف الصخر وغيرها من المناطق الأخرى. يبدو بأن هذه الحكومات تعتاش على الأزمات ولديها أبواب صرف، مثل ما يحدث الآن عبر وزارة الهجرة والمهجرين. اليوم عندما يعود كل هؤلاء الناس إلى مناطقهم وقراهم ونواحيهم وأرضيتهم ومدنهم، يعني انتفاء الحاجة من وزارة الهجرة والمهجرين، يعني بالتالي إنهاء عقود سلات غذائية، عقود إنهاء سلات صحية، عقود صرف أموال طائلة جدا، لربما هذه الأموال تذهب إلى جيوب الفاسدين والميليشيات والأحزاب التي شكلت هذه الحكومة. نعم، بالمناسبة أستاذ زياد، اليوم يصادف مرور 6 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في ناحية جرف الصخر، ولكن ما يزال أهالي جرف الصخر نازحين عن ديارهم. هل هذا يعود لسياسة، لتحقيق سياسة ديموغرافية ما باعتقادكم، أم أن هناك أسبابا أخرى؟ الحقيقة هناك أسباب كثيرة. مرصد أفاد كما ذكرتم في تقريركم، ولا أنا المتحدث الرسمي باسم المرصد، تناولنا اليوم معلومات وصور وفيديوهات والكثير من الأمور التي تخص ناحية جرف الصخر. 6 سنوات وما زالت جرف الصخر سكنة عسكرية خاصة يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، وبقعة ممنوع دخولها من قبل أي شخصية سياسية عراقية أو حكومية لحد هذه اللحظة. ما هناك فصائل، العصائب والنجباء والكتائب وغيرها، 6 فصائل وحزب الله طبعا على رأس القائمة، هم من يسيطرون على جرف الصخر وهم من يتحكمون الآن بمصير آلاف المغيبين في الناحية ناحية جرف الصخر. وهناك معلومات أيضا وردتنا من مسؤولين أكدوا لنا وجود سجون في دائرة زراعة الجرف وإعدادية جرف الصخر أيضا، وهناك عمليات تعذيب ومقابر جماعية وزراعة مخدرات ومشاجب سلاح. نعم، وهي من أخطر البؤر الموجودة داخل العراق الآن. طيب، إذا كانت الميليشيات تمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم وديارهم في جرف الصخر، ما موقف الحكومة من ذلك؟ الحكومة لا تستطيع، كل الكابينة الحكومية ورأس هذه الحكومة سيد الكاظمي لا يستطيع الدخول إلى ناحية جرف الصخر، ولا يستطيع زيارتها أيضا، ولا يستطيع وزير الدفاع والداخلية دخول ناحية جرف الصخر. حاول وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان الدخول، اعتقلوه ووضعوه في صندوق السيارة. الميليشيات حتى توسط له هادي العامري وغيره من قادة الميليشيات لإطلاق سراحه. هذه الحكومة عاجزة ولا تستطيع أن تعيد النازحين، لأنهم باختصار لا يستطيعون الدخول إلى ناحية جرف الصخر. قرار جرف الصخر مثل ما قاله السيد أياد علاوي قرار إيراني بحت، وعلى الآخرين أن يتفاوضوا في الضاحية الجنوبية في بيروت أو في مدينة قم وطهران في إيران، هم أصحاب القرار في عودة عراقيين لأرضهم ومزارعهم وبيوتهم وقراهم في ناحية. لكن لماذا هذا الإصرار أستاذ زياد؟ هناك بلا شك أهداف لهذه الميليشيات، يعني ليس معقولا الإصرار على ذلك بدون أن تكون هناك أهداف تريد أن تحققها في تلك المناطق. الحقيقة الأهداف كثيرة، منها تغيير ديموغرافي، منها جيوسياسي. نحن نتحدث عن أهداف كثيرة وعديدة. أولا
الاستفادة المادية مستمرة من جف الصخر منذ 6 سنوات. نتحدث عن أراضي خصبة، نتحدث عن زراعة القنب الهندي، نتحدث عن مشاجب سلاح وأسلحة نوعية هناك إيرانية موجودة في داخل الجرف، نتحدث عن بؤرة ممكن التحرك من هذه البؤرة إلى كل محافظة ممكن أن يحدث فيها توازن، والحكومة تستطيع أن تسيطر في المستقبل أو الشعب أو الثورة العراقية في العراق. هذه المنطقة هي منطقة مقفلة لقادة الميليشيات، نقطة الأمان، جزيرة الأمان لهم، هذه النقطة لا يريدون التخلي عنها. ثانيا هناك تغيير ديموغرافي وتطهير أيضا ديني، أيضا هذه الأهالي هذه الناحية معروف بانتمائهم لمكون دون آخر، ولذلك يعتبرون هذا المكون خطر عليهم أو على الميليشيات بالتحديد يعني. فلذلك عدت الأسباب، وبقاء الجرف هو مطلب رئيسي لتلك الميليشيات وبأوامر إيرانية عليا. الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.